انهيار العملة يقابله تدهور واضح للأوضاع الاقتصادية. هذا هو عنوان مدينة تعز الأبرز في هذا التوقيت. ومع تخطي سعر الدولار الواحد لـ500 ريال، فاقمت هذه الحالة الأوضاع المعيشية الصعبة لسكان مدينة تعز ليصبح الهاجس الذي يؤرق حياتهم بشكل دائم. تدهور العملة أثر سلبا كثيرا على المواطن. أصبح الصرف الآن ما يقارب من 520 ريال للدولار الواحد. هذا ما أنهك المواطن فوق الانهاك السابق. صرف مرتب لم يعمل حل مناسب لما يحدث. زيادة الأسعار في جميع أصنافها، خاصة الآن نحن قادمين على عيد، وأصبح المواطن يعاني الأمرين، ما بين صرف الراتب الذي لا يسوي له شيء وبين صرف الدولار المزايد بصورة يومية. انعكاس تدهور العملة تلقائيا على المشتقات النفطية والمواد الغذائية دفع باللجنة الأمنية هنا إلى اتخاذ إجراءات من شأنها إغلاق بعض محلات الصرافة التي تقول إنها غير قانونية، وانتشرت مؤخرا بشكل ملحوظ وسط الأسواق. تنفذ الأجهزة الأمنية منذ يوم الخميس إلى اليوم حملة لإغلاق محلات الصرافة الغير مرخصة بحسب توجيهات معالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري، بناء على مذكرة محافظ البنك المركزي بهذا الخصوص. طبعا هذا الإجراء يأتي في سياق الحفاظ على سعر العملة ومنع التلاعب الحاصل في سوق العملة. خطوة ربما تحسب للسلطة المحلية ممثلة بالأجهزة الأمنية شريطة استمرارها في ملاحقة المتلاعبين بأسعار العملة التي تتسبب بالغلاء الطاحن كما يقول البعض. ارتفاع لسعر الدولار يقابله انخفاض في سعر العملة المحلية، وما بينهما يعيش المواطن يوميات المعاناة على أمل الخروج من هذه الحالة الاقتصادية الصعبة الناجمة عن الحرب والحصار المفروضين على المدينة. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.